اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله ام النهارده فقره تدريبيه لكل بنوته حلوه بتخش المطبخ عايزه تساعد مامتها، عايزه تعرف مامتها ان هي بتحب المطبخ وان هي كمان اتعلمت منها حاجات كتيره قوي. النهارده مع بعض هنعمل حاجه اسمها المولتن كيك، دي مشهوره جدا في بعض الكافيهات والمطاعم، بندفع فيها فلوس قد كده وفي الاخر ما بناكلهاش زي ما احنا عايزين. انا هعملها النهارده بالشوكولاتة واعرفك ازاي تقدري تحطي الفليفر اللي انت حباه، ممكن تعملها بصوص الفراوله، بصوص الكراميل زي ما انت حابه، ولكن اشهرهم مولتن كيك بالشوكولاتة. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه. معانا اكله النهارده مشهوره جدا من المطبخ الليبي، كلنا عارفينها، المبكبكه بالفراخ باللحمه، ولكن حصريا النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس هنعمل المبكبكه بالسجق البلدي. النسبه والتناسب في تسويه المكرونه اللي هو سر من اسرار تسويه المكرونه جوه الصلصه بتاعه المبكبكه هنشوف نعملها مع بعض النهارده ازاي مع السجق البلدي. معانا نوع بطاطس النهارده مشهور جدا، الاطفال بيحبوه وفي بعض السوبر ماركات بيبقى موجود في العلب، اسمها بطاطا كوركيت، البطاطا المتفرزنه اللي في قلب الفريزر يعني. انا هعملها النهارده بطريقتي البسيطه السهله واعلمك ازاي يا بنوته يا حلوه تخش المطبخ تعملي نوع بطاطس حلو جدا تقدري تحشيه لحمه مفرومه، فراخ، سي فود زي ما انت عايزه، لها اسرار ولها تريكات اتعودنا نشوفها مع الشيف المغازي. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان حلقتي فيها شويه تفاصيل النهارده وفقره تعليميه تدريبيه. خلونا طبعا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. هستأذن فريق العمل نشوف مقادير البطاطا كوركيت، مشهورة جدا في المطبخ الغربي، موجودة في السوبر ماركت عبوات مختلفة بأسماء مختلفة وماركات مختلفة. عايزك تعملها في البيت، بطاطس مسلوقة من خير أرضنا، بعد التسويها بالقشرة بتاعتها تسيبها لما تبرد، تشيلي القشرة تهرسيها. وصلنا لمرحلة الهرسة اهي. معانا سميد ناعم، ده السر ودي التركاية، سميد ناعم. معانا بيضة في المقادير لنص كيلو بطاطس، يعني الكيلو ياخد بطين. معانا جبنه موزاريلا، لحمه مفرومه متعصجه متبله، بصله وتومه، كانك بتعصجي لحمه للرقاق او لاي حشوه ان كانت. بتحط خضره زي ما انت عايزه، تحط جبنه شيدر، جبنه موزاريلا زي ما انت حابه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. سؤال حلو جدا على فكره، استخدامنا للمشروم زي انواع الخضار، طبعا هو نسبه وتناسب، لو بتعملي المشروم ما تحطيش المشروم في بدايه السلق لانه بيستوي بسرعه. انا حطيت دلوقتي شويه سميد كده على البطاطس، شفت انا بعمل ايه اهو، وبحط يا عم الشيف في المقادير دي صفار الاثنين بيضه، مش هاخد البياض. شفت بقى التركايه ديت ليه البياض؟ لا يا شيف مغازي، وجود البياض في البطاطا الكوركيت هيخليها تفتح منك في قلب الزيت. شفت انا بعمل اهو الصفار بالشكل ده كده، كمان واحده اهو. التشيز كيك ممكن عادي، ممكن زي الجاتوه مفيش اي مشكله، تحط الحشوه اللي انت حباها، ممكن تعمليه بالشوكولاته او تعمليه بالكريمه مفيش اي مشكله. هقول لك طريقه دلوقتي سهله له خالص، اهم حاجه الحشوه بتاعته. شايفين انا بعمل ايه دلوقتي؟ العجينه دي اهم حاجه بس للساده المشاهدين، يهمني الساده المشاهدين يعرفوها. ايه هي يا شيف مغازي؟ بطاطس اتسلقت، بعد ما اتسلقت كويس هرستها، والبطاطس لازم تتسلق بالقشره بتاعتها. يعني ايه بالقشره؟ يعني ما تقشرهاش، خليها عشان نحافظ على الكربوهيدرات اللي موجوده فيها والنشا بتاعها. بعد ما بتتسلق بنهرسها ونحط معاها سميد ناعم. سيبه ياخد وقته كده زي الفل. حلو قوي، تعالوا مع بعض بقى نحشي البطاطس كده واحنا شغالين اهو. شيل دي من هنا. حاضر اهو. انا بس عايز انوه عن حاجه، العجينه اهم حاجه اللي انا عملتها دي، اللي احنا عملناها بالطريقه دي كده. حاضر عينيا اهو. بتحشيها ازاي يا شيف؟ انا بحشي جبنه مع لحمه مفرومه. ممكن تتحشي جبنه بس اهو، شفت ازاي؟ زي الكوبيبه كده اهو، واقفلها كده اهو واعملها بايديا كده. السر في الحشوه هنا للامانه يعني هم شويه السميد الناعم. الله عليك، ربنا يجوزك يا رب. اهم حاجه في تعرفوا ايه اللي بيحصل في الكواليس؟ انا احتجت للسميد الناعم مش معايا، معايا كنت هعيط على الهوا دلوقتي، حد ابن حلال دخلوا لي على الهوا. الله يبارك لك يابا. خلصت اهي، شفت ازاي اهي
والله العظيم المصداقية والشفافية ده شعارنا. أنا بتكلم بكل مصداقية على الشاشة. أنا هجيب كده طبق واللي أنا هعمله أطلعه لحضراتكم دلوقتي حالا. من النهاردة ما تشتريهاش، تعملها في البيت. البطاطا الكروكيت، السر معلقتين سميد ناعم لكل نص كيلو بطاطس. اهو جيبوها لي يا شباب حبايبي، فرسان التلفزيون المصري. اهو اهو اهي، جيب لي اهو. بص اهي فتحتها، حطيت لحمه مفرومه. عايزه تحط فراخ؟ عينيا. عايزه تحط فراخ حطي، عايزه تحط لحمه مفرومه براحتك، عايزه تحط سي فود براحتك، عايزه تعملها بالجبنه بس براحتك. شايفين الكروكيت بتلعب في دي؟ اهو اهو. السر تاني معلقتين سميد ناعم. اخواتي وحبايبي اللي على السوشيال ميديا، فريق العمل اللي بوجه له تحيه وشكر، نشتغل 24/24. معلومه غير معلومه، وجود معلقتين سميد ناعم في خلطه البطاطس المهروسه للكروكيت بيساعد على تماسكها وقوامها وهي في حاله القلي او في حاله التحمير. حلو الكلام. اه جبنه موزاريلا، حط جبنه شيدر، اهلا وسهلا. تعملها بالجبنه القريش، اهلا وسهلا، زي ما انت حابه. تحشيها جمبري، اهلين وسهلين. اه 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 ما تفكش. معلقتين السميد هنا، حارس مرمى قوي كده زي ابو جبل، ربنا يحميك يا ابني ويحفظك ويحميك يا رب. بيحارب ابو جبل ان شاء الله، ربنا ينصرنا ان شاء الله بكره باذن الله تعالى. وافتكروا كلامي ده، باذن الله تعالى الفوز للمره الثامنه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط ده كده. انا دايما اتوقع والله العظيم الفوز، ربنا بيكرمنا الحمد لله رب العالمين. الماتشين اللي فاتوا مع المغرب ومع الكاميرون توقعت الفوز، صح يا شفيق ولا لا؟ التشاهد. في قلب البقسماط. نعم يا غالي، سؤال دلوقتي من الكنترول المره دي، قال لي ما بتحطهاش في بيض قبل السميد ليه؟ سؤال جميل جدا، عجبني السؤال ده. أنا حاطط في الخلطة بيض، وجود البيض في الخلطة بيغنيني إن أنا ما أحطهاش في بيض خالص. حط اللحمة، حط الجبنة، ممكن تدخلها الفريزر بقى. دي من الحاجات اللي ممكن تجهزها وتحضريها، مهمة جدا. وترجعي من الشغل تحمريها لأولادك، فيها نشويات، فيها كربوهيدرات، فيها بروتين، يعني وجبة متكاملة. أهي حاضر كده أهو. حلو الكلام. نعمل كمان ولا كفايه؟ زي الفل. حاضر حاضر. طب ما نغرف المكرونه الاول، المكرونه دي عشان نبص عليها كده ونشوف الصوره الحلوه. مبكبكه دي انا بحبها قوي على فكره. اللهم صل على النبي. زيت شديد الحراره. ارفع الزيت ده كده يسخن شويه معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الصح؟ ان دي تتحط في الفريزر شويه تمسك نفسها، مفيش مشكله. شفتوا هي عايزه، هي بتتدحرك في الطبق، عايزه تنزل الزيت. اصبري يا حاج على رزقك شويه. اهو ادي البطاطا الكروكيت في قلب الزيت. وداع مننا من خلال شاشه التلفزيون المصري القناه الاولى لكل الساده المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير. خلاص الايام الحلوه هلت، والسنه دي سنه حلوه والله العظيم، بدا بدايه زي الفل، وانا متفائل ان شاء الله بفوزنا باذن الله تعالى، ونرجع بالكاس المره الثامنه، ومصر كلها بتنتصر، مصر كلها هتفرح ان شاء الله يوم الاحد باذن الله. وقلبي مع المنتخب والله العظيم، بنحارب مش بنلعب كوره. استمتاع كبير. شايف البطاطس؟ لا مش هطلعها غير لما تتحمر للامانه، معلش عشان هفطر بيها دلوقتي. بروتين وكربوهيدرات ونشويات، كل حاجه فيها، يعني وجبه متكامله. فكت؟ لا. شقيت؟ لا. الحشوه طلعت بره؟ لا. وعلى عينك يا تاجر. نططها في قلب القلاية، مستحيل. لو المخرج سابني كنت عملت لي 20-30 حبة للجيران والحبايب. تاخدي منها لحماتك وتريحي تزوريها. والله العظيم لو خدت لها 10 وحدات من دول أحسن من دستة جاتوه. 12 وحدة عشان تبقى الدستة كاملة، الدستة 24 ولا 12؟ حد يقول لي، عشان ما حدش يقول لي على السوشيال ميديا شيف مغازي ما دخلش مدرسة، الدستة مش 12، الدستة 24. يا غلابة. نعم يا غالي. كام يا غالي؟ 12. والله العظيم ما هيسيبوني. شيف مغازي ما دخلش مدرسه، الدسته 12 مش 24. واد خد بقى من الصبح بقى. حاضر يا فندم. شفت البطاطا فكت؟ لا. شققت؟ لا. اهي ماسكه نفسها. اهي اللهم صل على النبي، الف هنا وشفا للي ياكل منها. اهي
نقدمها للساده المشاهدين كده في المقدمه. حلقتنا بساطه سهوله مرونه، فقره تدريبيه تعليميه لكل بنوته حلوه بتخش المطبخ بتساعد ماما تقدري تعملي اكله مشهوره جدا في المطبخ المغربي ولكن ببصمه مصريه. سجق بلدي مع رصة الشارع جبناه ومكرونه وعملنا طبق مشهور جدا. عملنا الحمص الشام عشان جو البرد، عملنا بطاطا كروكيت للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابي وماما، عملنا المولتن كيك بطريقتي الخاصه، ده يبرد نحط عليه ايس كريم بألف انا وشفا. وبساطه سهوله مرونه تكلفه قليله جدا. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.